السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. ندخل في موضوع النهاردة على طول. موضوع النهاردة، لو أنت عندك زغليل بدون ريش أو فيها نقص ريش، علاجه إيه؟ أو أنا بعالجه بإيه؟ أنا بعالج بالدواء ده. أنا بشتري الإزازة دي من عبوة كبيرة، ما بشتريش العبوات الصغيرة. ده من عبوة كبيرة اللي هي بتبقى لتر أو ساعات أكتر من لتر. أنا بشتري الإزازة دي ب20 جنيه. دي ب20 جنيه. الدواء ده اسمه جروفيت بلس، وإن شاء الله هحط لكم الصورة بتاعت الدواء ده اسمه بالصورة. الدواء ده بيجيب معايا نتيجة جيدة جدا، بيجيب معايا نتيجة جيدة جدا في موضوع الريش، نقص الريش في الزغليل. يعني لو ريشة، لو زغلولة مفيش فيها ريش، أنا بستخدم فيها الدواء، بستخدم لها الدواء ده. زي ما حضراتكم عارفين إن أنا ما بحبش الزجاجات العبوات الصغيرة، يعني العبوات الصغيرة الحاجات اللي زي كده غالبا بتكون اقل، يعني العبوات الصغيره اللي زي كده بتكون اقل. افضل انك تشتري العبوه، تشتري سايب زي كده بالسنتي، لانها غالبا الدواء ده بيكون مستورد. الدواء ده بيكون مستورد، العبوات الكبيره بتكون مستورده، ما بيكونش زي العبوات الصغيره اللي بتكون متعبيه اي كلام. قبل ما انسى، الدواء ده ريحته كريهة جدا. لما بنضيفه للمية، الحمام غالبا مش بيحب يشرب الدواء ده. لكن ما تحطش كتير، يعني تحط سنتي فقط بالسرنجة، نحط سنتي من الدواء ده في المسقة بس. وغالبا ان انا بحب اعطيه الزغاليل في بقها، زي ما حضراتكم هنشوف، ونأتي مباشرة للزغلول في بقها. هنحط نجيب منه 1 سنتي اهو من الدواء ده، اهو السرنجة اهو، نجيب 1 سنتي بالسرنجة اهو، تقريبا اهو 1 سنتي اهو. هو الدواء اسود زي ما حضراتكم، او بني مائل للسواد اهو. هنحط في المية زي ما حضراتكم شايفين اهو، ونقلب، لان هو يشرب منه الحمام الكبير. والاضمن ان حضراتكم تشوف الزغلول اللي ناقصه ريش، ونعطي منه للزغلول اللي ناقصه ريش. يعني نجيب زغلول اهو اللي ناقصه ريش، هذا الزغلول اهو، شوف حضراتكم الريش ده. انا بديله بقالي 3 ايام، بنكمل نديله لمدة 5 ايام اهو. زائد ان الام والاب بيدوله برضه، مش بيشربوا من الدواء ويعطوله في اكله اهو. حط منه، هو الدواء ده اللي انا حضراتكم حطيت منه في فيديو خاص بالزغاطة، اللي استخدمناه في فيديو الزغاطة، اللي هي الزغاطة دي اهو، زي ما عملت حضراتكم قبل كده، نوريكم ازاي اهو. الدواء ده اهي الخلطة اللي انا عليه اهي، اللي انا بزغط بستخدمها في الزغاطة اهو، زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا مجهزها، مخمرها زي ما في الفيديو السابق حضراتكم شايفين. وناس كتير سألتني ايه اسم الدواء ده. الدواء ده زي ما قلت لحضراتكم اسمه جروفيت بلس. هو عبارة عن املاح وفيتامينات ومعادن. الدواء ده املاح وفيتامينات ومعادن. هنضيف لحضراتكم منه على دواء بتاع اللي هنزغط منه السنتي كمان اهو، على الكمية هنحط السنتي اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنضيف اهو على الكمية، هو اهو عمل اللون الاسود ده تمام اهو. وهنقلب، قلبه جيدا، شوف كده تقليب، قلبه
للزغاطة، زي الناس اللي بتستفسر عن موضوع الزغاطة، وفي اللي مش عارف يستخدم الزغاطة جالي عنها أسئلة كتير. يعني الزغاطة أسئلة كتير يا جماعة. نقلب اهو، قبل ما اقول قبل ما انسى حضراتكم، الزغاطة دي اهو نغسلها تاني كده اهو. الزغاطة هي يا جماعة، نصور كده فتحتها من هنا كمان، اقرب فتحتها واسعة جدا، مش بتاعت الحقن دي، مش بتاعت حقن دي، اسمها سرنجة قسطرة. ده للتفسير اهو، اللي معرفش يستخدمها قبل كده لانه هو ما جابش سرنجة القسطرة دي. سرنجة القسطرة دي اهي حجمها واسع اهو، ومن هنا الفتحة دي واسعة، ما بيجيش معاها سن، دي بتشترى من غير سن. انا كنت اعمل لكم فيديو عن مخصوص عن السرنجة اهو، واللي بتيجي بغطا زي كده، بتيجي بغطا كده فوقها، عليها غطا بس ما عليهاش سن، ده اللي غطا. ادي السرنجة المستخدمة في الزغطة. هنسحب ونوري لحضراتكم اهو اهو. الدواء اللي تاني سحبنا اهو، هو الحمام لسه اكل، بس احنا عشان نوري لحضراتكم اهو اهو. شوف حضراتكم نقص الريش في الزغلول اهو، الزغلول ده عمره كبير، عمره اكتر من 3 اسابيع، لكن عنده نقص ريش وصحته مش عجباني يعني اهو. شوف حضراتكم، فاحنا بنضيف له الدواء ده اهو ونزغطه. شوف حضراتكم واضح اهو. في ناس قالت لي ازاي الزغاطة وفي اي اتجاه في الاسئلة، يعني بتخنق الزغلول، واللي قال لي حرام عليك، احنا بنساعد الزغلول للضرورة فقط مش في اي وقت اهو. تمام حضراتكم، ونقول لكم برضو باقي فوائد الدواء ده. الدواء ده منشط لعمليات البناء والنمو، ومقوي عام، مضاد الكساح، يعني لو الحمام الصغير عندك ما بتقدرش تقف، هو بيساعدها على النمو، هو بيوقفها على رجليها، وبيساعد كمان وبيعالج كمان لين العظام، ومضاد للأنيميا، ومضاد للأكسدة، ومضاد للإجهاد. ينفع كمقوي عام للمناعة، قوي بيقوي المناعة يعني، واستخدامه بقوي المناعة بعد المضادات الحيوية. يعني أنا بعد ما أعطيت الدواء ده والدواء ده اللي كنت بعالج بيهم في فيديو سابق السلمونيلا، بنأتي بينفع ده اللي يرفع المناعة في وقت الراحة من العلاج أو بعد العلاج. أتمنى تكونوا استفدتم من موضوع النهاردة ده. الدواء اللي حضراتكم اللي تطف الزغاطة، الناس اللي سألت في الحلقة في الفيديو اللي فات، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.